بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس يعني أو المحاضرة السابقة أخذنا مقدمة تعريفية عن الحساب الذهني وما هو السوربان الياباني وتقسيماته أيضا ومسميات اللي موجودة في يعني اللي يعني تدرس الحساب الذهني من منطلق السوربان الياباني. وأخذنا أيضا تعريف المعداد ومكونات المعداد. فكل هذه الأمور هي تعتبر كمقدمة تعريفية. إن شاء الله اليوم راح نعرج على كيفية تقسيمات السوربان وكيفية إقامة حصة تدريبية في السوربان. أخذنا مراجعة يعني مراجعة سريعة على المعداد. يمكن هذا المعداد هو السوربان الياباني أو سميه يعني التسميات اللي موجودة، لكن هو سوروبان، يسمى سوروبان. هذا السوربان الياباني قلنا يتكون من عدة أعمدة، هذا عمود وهذا عمود وهذا عمود إلى آخره، وكل عمود يمثل كل عمود يمثل لي قيمة رياضية. فأنا يعني ما لي علاقة بعدد الأعمدة بقدر ما يهمني قيمة كل عمود. وقلنا هذا عمود الآحاد وهذا عمود العشرات وعمود المئات والآلاف إلى آخره. فاليوم نبدي يعني أنتم من أخذتوا السوربان الياباني وكذا بداية بسيطة. اليوم راح ناخذ شلون نطبق على المعداد يعني بعض الأمثلة. طبعا السوربان الياباني المعادلات مالته تكون بصورة يعني عمودية، بصورة عمودية. وأيضا بعض الكتب لا تذكر علامة الجمع، علامة الجمع. فلو آخذ مثلا، ناخذ أريدكم تحلون وياي يعني، ناخذ بعض المعادلات وكيفية تطبيقها على السوربان. عندي مثلا واحد زائد ثلاثة. لاحظ أنا ما كتبت علامة الزائد لأن إحنا اتفقنا بأن الإشارة الجمع ما نكتبها حتى يعني نختصر الوقت. أيضا واحد زائد ثلاثة ناقص ثلاثة، لاحظ من قلت ناقص ثلاثة فقط عملية الطرح، زائد ستة. هذه هي معادلة في السوربان. معادلة السوربان تكون بصورة عمودية. نجي نقسم هذه المعادلات السوربان، يعني أرجو يعني من الجميع يغلق الميكروفون، فقط إذا عنده سؤال أو استفسار يقدر يفتح الميكروفون. لاحظ الملاحظة الأولى، عمليات السوربان تكون بصورة عمودية، يعني مو مثل المدارس يعني بصورة أفقية، لا. هذه عمليات السوربان تكون بصورة عمودية، واحد زائد ثلاثة ناقص ثلاثة زائد ستة. زين، هذه العملية لو نرجع إلى تقسيماتها، معادلة، نجي إلى تقسيمات هذه المعادلة شنو تعني؟ لاحظ هذه تتكون يسمونها من رقم واحد، معادلة من رقم واحد، يعني هنا عندي رقم وهنا عندي رقم وهنا عندي رقم وهنا عندي رقم، يعني ما مو عدد يعني مثلا 12 أو 13 أو مثلا 225، لا، هذه معادلة ذات رقم واحد، يعني أجمع رقم واحد فقط اللي هو في عمود الآحاد واحد. بعد شنو تسمى أيضا معادلة رقم واحد؟ أربع طوابق. أربع طوابق شنو معناتها؟ يعني هذا طابق، تمام، يعني شلون العمارة، وهذا طابق ثاني وهذا طابق ثالث وهذا طابق رابع، يعني أربع طوابق. إذن المعادلة تتكون من رقم واحد أربع طوابق. هذه هي بالنسبة إلى يعني التسميات الخاصة في معادلات السوربان. زين، عندي معادلة أخرى أيضا، ناخذ معادلة تصنيفات. مثلا معادلة مثلا عندي 23 زائد 45 زائد 12. هذه المعادلة هي رقمين ثلاث طوابق، معادلة ذات رقمين متكونة من ثلاث طوابق. لاحظ هذا رقم هاي رقمين ثلاث طوابق أيضا، هذا الثاني وهذا الطابق الثالث. هاي تصفية يعني تصنيفات معادلات السوربان، لكن هي مو ذات أهمية
بقدر، لكن تفيدنا احنا بتدريب الاطفال. يعني مثلا الاطفال انا من ابدي ادرب وياهم، ما اخذ لهم مثلا معادله متكونه من 10 طوابق او 7 طوابق او 8 طوابق، لا نبدا وياهم مثلا طابقين، بعدين نتدرج 3 طوابق 4 طوابق والى اخره. يعني انا تكلمت على هذه التقسيمات حتى ابين لكم شلون احنا نتدرج بالاطفال. لو ناخذ معادلات ونشوف شلون نطبقها على السوربان، مثلا ناخذ معادله متكونه من رقم 1 طلع عندي 9 ناقص 3 زائد 2 زائد 1. هذه المعادله طبعا احنا لحد الان بالجمع والطرح البسيط، يعني ما ماخذين جمع وطرح مركب اللي باصدقاء الرقم 5 اللي تكلمت عليها في المحاضره السابقه. يعني بس فقط انا اطبق يعني عمليات الجمع البسيط، يعني ما عندي عمليات معقده واحاول اتقرب من رقم ثاني. مثلا عندي 9، لاحظ 9 ناقص 3 هاي ناقص 3 زائد 2 زائد 1 وانتهت المعادلة. الناتج اللي موجود عندي هو اللي يمثل الناتج. يعني بعض الأطفال احنا بندرسهم مثلا يقول 9 ناقص 3 يساوي 6، لا هذا غلط. من أخلص المعادلة لو عندي مثلا 10 طوابق 20 طوابق ما لي علاقة، أنا اللي يهمني الناتج النهائي. يعني ما يصير انا اقول ان 9 ناقص 3 يساوي 6 زائد 2 يساوي 8، لا هذا مو صحيح. احنا نجري العمليات الحسابيه طبقا لما متوفر عندنا، وبعدين يعني اخر خرزات موجوده هو يمثل الناتج النهائي. زين، يعني ناخذ ايضا معادلات متكونه من رقمين، مثلا عندي مثلا 67، شلون نحلها؟ زائد 32، هذا كله جمع وطرح بسيط، يعني ناقص 43 هذه المعادلة. يعني لاحظ شلون نطبق 67. هذا الرقم الأول يعني جدا مهم، لأن هو يوثل يعني المرجع لك حتى تصعد عليه باقي الأرقام. هذا الرقم الأول اللي هو أقصد 67 هو المرجع لك. إذن 7 في إيش قد عندي بالآحاد؟ دائما أنا من ندرس الأطفال يعني في البداية، إحنا بعدين لا الأطفال يدرجون يصيرون يعني يفهمون هذا، لكن أنا من أبدي يعني هي محاضرات من الصفر للأطفال. 67 أقول إيش قد عندك بالآحاد؟ لان يعني احنا مع الاسف يعني في مرحله الابتدائيه يعني الاطفال حتى الارقام الكبيره ما يعرفون يقرونها. يعني انا درست اطفال يعني، وهذا الشيء يعني جدا يعني يمثل صعوبه للاطفال. يعني الارقام اللي متكونه من رقمين، الاعداد متكونه من رقمين او اعداد متكونه من 3 ارقام صعب يقرونها. فاحنا نطبق بالسوربان، يعني نقول له شنو موجود عندك بالاحاد؟ مثلا انت 7، صح 7 بالاحاد، تمام. قد عندك بالعشرات؟ 6، صعد 6. بعدين قبل لا احل المعادله الثانيه ننتبه للاشاره مالتها. هنا عندي جمع، ننتبه للاشاره مالتها. اذا زائد 32 ايش قد عندي بالاحاد؟ عندي 2، هاي يعني بالبدايه الاطفال 2. ايش قد عندي بالعشرات؟ حتى اطلع الناتج النهائي عندي 3 في العشرات، اصعد 3 في عمود العشرات. لاحظ ملاحظة جدا مهمة اللي هي قلت احنا قبل لا نحل الطابق اللي وراء لازم ننتبه للإشارة. هنا الإشارة هي إشارة طرح، إشارة طرح. إذن أطرح 3 من الآحاد وأطرح 4 من عمود العشرات. ملاحظة أيضا جدا مهمة أخرى، هنا بعض الأطفال من يشوف مثلا ناقص 43 يزود 3 في عمود الآحاد ويطرح 4 من العشرات. لا، لازم نفهمهم بأن هاي إشارة الطرح هي داخلة على العدد كله، يعني أطرح 3 وأطرح 4، فعندي في الآحاد 3 وعندي أيضا بالعشرات 4.
إذن ما اهتميت أنا للطابق الأول أو الثاني، من خلصت المعادلة يلا أنظر إلى المعداد عندي. وأيضا يعني مع الأسف الأطفال أيضا من ترد لرقم مثلا هنا عنده 56 يكتب لي مرات 65 أو هاي بالبداية، لكن إحنا شو نقول له حتى نعلمه؟ باوع للخرزات، شنو عندك بالآحاد تكتب جواها، وأيضا شنو عندك بالعشرات تكتب جواها، خمسة لأن هاي خمسة الفوق هاي بوحدها إحنا مثل ما أخذنا البارحة. إذا الناتج هو 56. ناخذ مثال آخر وأريدكم أيضا تحلون وياي، واللي طلع النتيجة يقدر يشاركنا بيها. دائما بعد كل عملية تفهموا الأطفال بأن نسوي تصفير للمعداد، بعد كل عملية ما أحل العملية اللي وراها لا، إلا أسوي تصفير للمعداد. يلا أبدي حتى ما يصير إرباك. نأخذ سؤال آخر مثل 75 زائد 12 ناقص 35. نحل هذا السؤال. 52 52 55. بس خلنا نتأكد الميكروفون مفتوح للكل أو لا. 52 الكل. نشوف شلون نحلها هاي. نجي ايضا عندي 75. طبعا هكذا معادلات الاطفال. هسه انا راح اشرح لكم يعني ان شاء الله مستوى الروضه شلون تدرسون الروضه، وبعدين شلون تدرسون مستوى اول. هكذا معادلات الاطفال ما مو راسا ياخذونها بالكتاب مالتهم، لا اكو موجود تدرج، ونخلص احنا احاد ويضبطون الاحاد في الجمع والطرح البسيط، وحلون مئات المعادلات بل الاف المعادلات، وحتى ايضا يعني حساب تخيلي. يلا ننتقل الى هكذا معادلات، لكن انتم لان دوره مدربين احنا لا ناخذها يعني كلها. 75 زائد 12 ناقص 35. إذن الناتج هو 52. ناتج 52 هذا يعني في الجمع والطرح البسيط، يعني جمع وطرح بسيط من استخدام قواعد. ناخذ سؤال أيضا متكون من ثلاثة أرقام. طبعا أنا أفضل يعني مثلا الأرقام نصعتها على السوربان طبقا لعملية القراءة مالتها، يعني خروج الرقم من اللسان. مثلا مثلا عندي 75، منو طلع أول عند لساني؟ مثلا 75 زائد 12 ناقص 35. 35 هاي مثلا عندي مثلا 125. 125 مثل ما نقرأ نرتب على السوربان، لكن احنا من ندرس الأطفال لا، هو الطفل يعني انتم مثلا في المستوى الأول، المستوى الأول مثلا من عمر 7 سنوات إلى 14 سنة كلهم صف واحد، ذولا كلهم ياخذون مستوى أول، يعني ماكو كتاب خاص مثلا للأعمار، لا كل الأطفال يبدون في المستوى الأول، في المستوى الأول ويدرجون صعودا إلى باقي المستويات. يعني مو تقسيمات السوربان تكون هكذا، لأن السوربان متسلسل. ناخذ اذا ناخذ مثلا عندي عدد متكون من ثلاثة ارقام شلون نحله على السوربان. ايضا مثل 493 يعني هي الامور جدا بسيطة لكن يحتاج لها يعني ممارسة وتمارين وتدريب مكثف. ناقص 131 زائد 521 هذا أيضا سؤال عندي. لاحظ ها
493 كله جمع وطرح بسيط. اي بسيط 883. نعم 883. لاحظ لا حتى من ندرس الاطفال يعني مثلا هسه انا من نحلها 493 يعني اقولها 493 ناقص 131 ناقص 131 زائد 525 525 تمام يطلع العفو نعيد السؤال 493 493 ناقص 131 131 زائد 521 521 883 لكن احنا من ندرس الاطفال ونصل الى هكذا مرحله في المستوى الاول يعني نقلهم 493 شنو عندك بالآحاد؟ ليش ما أبدي من المئات؟ لأن الطفل يصير عنده الباقي يجوز لكن إحنا في البداية إيش قد عندك بالآحاد؟ إيش قد عندك بالعشرات؟ إيش قد عندك بالمئات؟ وهذه المرحلة هو الطفل يعني ما يأخذها مثلاً في محاضرة أو محاضرتين يجوز نهاية المستوى الأول يلا إحنا نعطيه كم محاضرة في المستوى الأول هكذا إذن علم الطفل حتى أنتم لو عندكم أطفالكم تدربونهم بالبيت مثلاً ثلاثة هنا عندي هنا عندي تسعة عندي أربعة وأيضا أنتبه للإشارة إشارة الطرح هنا فبعض الأطفال يروح يزود للواحد ويزود ثلاثة وينقص اثنين لازم دائما كل ما تدرسون وتقولون هاي إشارة الطرح هي داخلة على العدد كله إذا ناقص 131 إذا عندي ناقص واحد في الآحاد وناقص ثلاثة في العشرات وناقص واحد في المئات زائد 521 وعشرين عندي واحد بالآحاد واثنين بالعشرات وخمسة في المئات وهكذا هذا بالنسبة إلى يعني كيفية قراءة المعداد وكيفية تمثيل على المعداد وكيفية يعني جمع والطرح البسيط على المعداد إذن حتى نبين إحنا بأننا ما يهمني عدد الأعمدة اللي واصل لها السوربان يعني قد تجدون مثلا بعض أنواع السوربان من أعمدة مثلا أكو 13 عمود أكو 17 عمود ما يهمني بقدر ما يهمني المرتبة الرياضية اللي أنا أشتغل عليها سواء آحاد عشرات مئات إلى آخره لأن يعني بعض الأطفال الروضة مثلا ما يطولهم معداد 17 عمود أكو معدادات مثلا بثمان أعمدة مثل خمس أعمدة إلى آخره يعني حسب المصنع هذه هي يعني احنا وصلنا لها كيفيه يعني تمثيل الاعداد على السوربان الان ناخذ كيفيه اداره حصه تدريبيه للاطفال كيفيه اداره حصه تدريبيه للاطفال اللي هم اطفال الروضه شلون تبدون وياهم يعني عمر 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات حتى 6 سنوات حتى الاول ابتدائي يعني هم الاول ابتدائي اكو بهم ما داخلين الروضات فما يعرفون الارقام فالأطفال يعني أطفال الروضة نبدي وياهم مو رأسا يعني نعلمهم على السوربان وهذا واحد زائد واحد زائد اثنين لا نعلمهم الأرقام بموازاة تدريبهم على السوربان لاحظ مثلا هذا كتاب هذا الكتاب هو كتاب الأطفال كتاب الأطفال لاحظ شلون يبدي كتاب الأطفال أطفال الروضة يعني نعلمهم رقم واحد يعني الطفل أنا ما قلت له هاي الخرزة مثلا تساوي واحد وهو ما يعرف يعني شنو معنى رقم واحد لذلك يعني أنتم مو حتى شرط كتب السوربان نعلم الطفل لا مثلا عندي هذا رقم واحد أو أنتم تقدرون حتى تدرسونه باللغة الإنجليزية لكن يختلف عندكم شنو هو الأرقام تصير بالإنجليزي مثلا وأيضا الإشارات تتحول مثلا وان زائد مثل واحد زائد واحد يصير 1 بلس 1 الزائد هي بلس والناقص هي الماينس مثلا عندي هذا الطفل هذا كتاب هو خاص اطفال 4 سنوات 5 سنوات يعني اطفال الروضه مثلا هسه قلنا له هاي النجمه واحد تساوي وهذا رقم واحد راح اللونه وبعدين شويه صعب على الطفل اقول له مثلا عندك هنا لوني وحده فقط هذا رقم واحد واحد
نلون نجمه واحده او نلون شكل منها. زين، هذا في المحاضره الاولى. زين، بعدين ننتقل شنو هو على الاصابع، نقول له هذا يمثل رقم واحد، وبموازاه هذا الشيء نعلم الطفل بان هاي الخرزه من تصعد هنا للعارضه تساوي واحد. لاحظ التسلسل شلون يكون، طفل يعني ما داخله وما يعرف الارقام لاول مره. يعني هنا عندي ان شاء الله انا ادز لكم فيديوهات، يعني عمر 4 سنوات الاطفال، 5 سنوات دربتهم، وعندي بحث كامل عليهم وشلون نتعامل وياهم. ايضا عندي هنا رقم واحد، بعدين تدرجنا برقم الواحد مثلا لوناه، والطفل ادرك شنو معنى رقم واحد، وبعدين دمجنا يعني الطفل باصابعه، لان هو دائما الطفل اصابعه يعني وين يروح، فيحسب بالاصابع. وبموازاه هذا الشيء علمنا الطفل بان هنا عندي رقم واحد على المعداد. لاحظ هذا واحد وهذا الخرزه تساوي واحد، حتى بعدين اهيئ الطفل بان يحسب على المعداد. لاحظ هذا بالنسبه لاطفال الروضه. لاحظ انه هنا عندي ايضا تمرين اللي هو هنا رقم واحد صل بخط، وين واحد؟ هذا واحد. اذا الطفل ادرك شنو معنى رقم واحد؟ شنو معنى العد في رقم واحد؟ وأيضا عرف بأن الخرزة هاي تساوي واحد، إذا صعدتها تساوي واحد. زين، بعدين نمشي بالكتاب. لاحظ هنا عندي بعدين أعلم الطفل العمليات الحسابية على المعداد. عمليات الحسابية على المعداد، نعم، أعلمه على المعداد، أحسب بالأصابع وأحسب على السوربان. لاحظ واحد زائد واحد ناقص واحد، واحد ناقص واحد زائد، يعني عمليات بسيطة خليها يطبقها على المعداد ويحسب أيضا بالسوربان. لاحظ شلون احسب بالاصابع، احنا مو قلنا في المحاضره هاي هي قبضه ايدك تمثل المعداد، تمثل المعداد، هذا عمود الآحاد، هذا عمود الآحاد، اليد اليمنى تمثل عمود الآحاد، واليد اليسرى تمثل عمود العشرات. لاحظ ذني يعتبرن 4 خرزات، وهاي الخرزه الخماسيه، الابهام هو الخرزه الخماسيه. تمام، الان انا فاتح ايدي هي 9 يقرا عند المعداد، من أصم إيدي هيك قبضة إيدي هاي تساوي صفر. الآن المعداد مصفر، المعداد مصفر. لاحظ شلون راح أحسب، واحد زائد واحد يساوي 2. تمام، أحسب مرة أخرى، واحد زائد 2 ناقص واحد. لاحظ أرجع أضمنه، أرجع أضمنه بالناقص، نرجع نضم الاصبع، زائد واحد ارجع عنه، ناقص 2 اضم اصابع 2، ايش قد النتيجه الان؟ تساوي واحد. تمام، لاحظ 5، لاحظ هذا يساوي 5 لان هذا الابهام يمثل الخرزه الخماسيه، زائد 2 الناتج 7. مثلا هسه عندي 9، لاحظ من نفتح ايدي كلها 9، ليش؟ لان ذني 4 وهاي الخرزه الخماسيه، 9 ناقص 5 ناقص 1 يساوي 3. هاي اذا الايد اليمنى تمثل عمود الاحاد، الايد اليسرى تمثل عمود العشرات، يعني هذني كل وحده ايش قد تساوي؟ 10 20 30، كل خرزه تساوي 10 وهذه الخرزه تساوي 50، يعني من نسوي ايش قد هسه يقرا عند المعداد؟ من يقول؟ 55، المعداد الآن يقرأ 55، وهكذا. نرجع، إذن هنا الطفل راح يحسب بالأصابع، وأيضا هنا راح يحسب بالسوربان، 1 زائد 1 ناقص 1، خليه يحسب بالسوربان. تمام، بعدين ننتقل إلى رقم 2. رقم 2 ايضا نفس الطريقه الاولى اللي علمت بها الطفل رقم واحد، ايضا راح
أعلم بها رقم 2. هنا اللون رقم 2، وهنا عندي يدرك الطفل بسهولة لأنه متعلم على رقم 1، فيدرك بسهولة أن هنا لن يساوي 2. وأيضا نكرر عليه النشاط الأول اللي هو لون بقدر العدد المطلوب، عندي هنا 2، إذن ألون هنا شكلين. هذا بالنسبة إلى رقم 2. وأيضا هنا النشاط راح يتكرر عندي، إذن أسوي له رقم 2 وأمثل على المعداد 2. في المحاضرة الثانية يعني الطفل راح يكون مدرك تماما يعني العد والعد على السوربان. إذن هذا رقم 2، وأكرر أيضا نفس الخاص برقم 1. هنا عندي رقم 2 وصل بخط، وأيضا أكرر عليه هذا التمرين. أيضا تمرين آخر، هسه نحسب نجمع على السوربان ونجمع بالأصابع. لاحظ الآن هذا التمرين عندي، لاحظ الآن نحسب بالأصابع ونحسب بالسوربان. الآن دخل عندي رقم 2، رقم 2 الطفل أدرك. أنا ما أخذ له رقم 5، لا، أنا لحد الآن بعدني في الجهة السفلى من المعداد، الجهة السفلى من المعداد. نحسب بالأصابع ونحسب بالسوربان، وقوم الأطفال حتى يحسبون بالسوربان، ونفس الطريقة أيضا ناخذ رقم 3 ونوازي رقم 3 بالأصابع وعلى السوربان. لاحظ هاي الأصابع تمثل 3، وهذه الخرزات تمثل 3 أيضا على السوربان، تحركت إلى نحو العارضة. ويتكرر عندنا نفس الأمر، نفس الأمر أيضا هنا عندي صل بخط، وناخذ حساب بالأصابع وحساب بالسوربان. طبعا هذه يعني كل محاضرة تمثل رقم 1، يعني ما ناخذ في محاضرة واحدة ذنك، لا، صعب عليهم الأطفال. نختار كل رقم إلى أن نوصل إلى العشرة، في كل درس ناخذ لنا رقم 1. وأيضا أكو نشاطات مثلا الأطفال مثلا عندهم طين صناعي مثلا يسوون به رقم 1، يعني لازم أكو نشاطات تتخلل يعني المحاضرة مثلا أو نحسب. أيضا لاحظ أيضا هنا عندي رقم 4، رقم 4، لاحظ رقم 4 أيضا بموازاة المعداد. ونتكرر يعني لاحظ هنا عندي هذا النشاط جدا مهم، لاحظ هذا يمثل عدد 1، وهنا 2، لاحظ قاعد ندمج عندنا احنا هنا الحساب بالأصابع مع تمثيل الرقم على الواقع وتمثيل الرقم على المعداد. إذن الطفل أدرك بأن هذا رقم 1، وهذا شكله على المعداد، وهذا شكله على الإصبع، وأيضا رقم 2 ماذا يعني، وتمثيله على المعداد هنا عندي، وهكذا. يعني هذه في نشاطات ناخذها للأطفال. وأيضا نبدي وصلنا إلى رقم 5 أيضا، وتتكرر. لاحظ هنا عندي رقم 5 من وصلنا له، شيء يمثل على المعداد. هنا راح يكون عندكم تحدي بالنسبه لتدريس الاطفال، بان الطفل يعني في هكذا سن يقول لك اذن شلون كل وحده تساوي 1 وهذا بوحده تساوي 5. فلازم يعني احنا عندنا فكره انت كمدرب تشرح للاطفال بان تقول مثلا هذا قوي عن 5 اشخاص القوه مالته مثلا، او هذا اكبر منهم يمثل 5 اشخاص والى اخره. يعني انتم لاحظ هنا عندي هذا الابهام يساوي 5، انت لازم تبتكر العاب او شيء او فكره من عندك توصل الفكره بين هذا الرقم هو 5، مثل الخرزه تمثل 5 عندي. ايضا تتكرر هذه في كل مره، صل بخط طفل. في هذه المرحله وصلنا المرحله يعني المحاضره رقم 5، الاطفال راح يتجاوبون وياكم بصورة يعني جيدة جدا، الأطفال اللي عمرهم 4 أو 5 سنوات. هذا هو كتاب مرحلة التمهيدي، وأيضا لاحظ هنا 6
شفنا تمثيل الستة على الأصابع وتمثيلها على المعدات أيضا، إلى أن يعني نشاطات راح تتوسع عند الأطفال. لاحظ رقم 7 أيضا، رقم 7 هنا صل بخط بما يناسبه على الأصابع، 6 وين و7 وين، عندي هاي 6 وعندي هاي 7 وهاي تمثل 4. هذه نشاطات مهمة للأطفال الصغار، انتم تقدرون تدرسونها ابنائكم بالمنزل. هاي الكتب كلها موجودة عندنا احنا. لاحظ ايضا هذا نشاط، هذا نشاط اخر رقم 9 ايضا. لاحظ رقم 9، هو الاطفال يعني في هكذا عمر 4 أو 5 سنوات، احنا ما ناخذ لهم فوق العشرة. تمام. هنا ايضا عندي تمرين، وهذا تمرين اخر. لاحظ الرقم 0 اخر شيء، لان انا بالبدايه ما اخذ الرقم 0 للطفل، لا اخليه بالاخير. ليش؟ لان يعني الطفل بعد ما يعرف العد، من اقول له 0 يعني شنو الصفر، فابدي بالاعداد وياه من 1 حتى يعرف اكو عد ويعرف بعدين رقم 0 اذا ما عندي شيء. لاحظ هاي قبضه اليد هي تساوي صفر، قبضة اليد تساوي صفر، وهنا إذ عندي أي خرزة ما مقتربة إلى العارضة فالمعداد عندي مصفر. لأخذ الأطفال في هكذا عمر، أنا ما أدخل وياهم في عمود العشرات أو شيء، لا. لاحظ أيضا صفر، هنا الطفل من أكمل جميع الأرقام. لاحظ حصة 11، بعدين الطفل يبدي يكتب الأرقام، يعني هذا مثل المدرسة أيضا، هذا نشاط. لاحظ ايضا هنا نشاط صل بخط بما يناسبه، هذا الحساب بالاصابع، وايضا صل بخط بما يناسبه بالنسبه للمعداد. في محاضره رقم 12 مثلا، فالطفل يكون مدرك تماما ما تساوي هذه الارقام وشنو معنات هذه الخرزات. يعني لاحظ مثلا عندي هنا 1 2 وين 3، هاي 3 تمام إلى آخره. الآن يعني احسب على الأصابع ثم على السوربان، بديت أنا الطفل من أكمل العد من 1 للـ10 وعرف ماهية الأرقام وعرف شنو الأرقام شنو تعني وتمثيلها على المعداد نوب. أبدي ويا الطفل الخطوة المهمة أيضا اللي هي يبدي يحل على المعداد الطفل، ويبدي حتى يحل حساب تخيلي يعني، فتوسع قدراته العقلية. لاحظ شلون صعدت بالطفل بين هو ما يعرف أي شيء إلى هذه المرحلة، وتكون يعني تطورت قدراته العقلية بشكل كبير جدا. يعني الطفل في مرحلة 4 أو 5 سنوات يبدي يحسب على المعداد ويبدي يحسب هكذا ويحسب تخيلي. لاحظ شلون قدرات العقليه تتطور بشكل كبير. يعني فاذا داخل مدرسه الطفل ويشوف يعني مناهج المدرسه اللي هي ابسط من هاي، راح يصير عنده يعني حتى احباط. لذلك احنا حقيقه مناهجنا متخلفه جدا، يعني حتى احنا اطفالنا يبدون 6 أو 7 سنوات في المرحله الاولى الابتدائي، بينما مثلا في دول شرق اسيا مثلا في اليابان او الصين طفل عمره 3 سنوات يعني يبدون يعلمونه ويدخلونه روضه مثلا. الى يعني العقل البشري في تطور، يعني مثلا عقول مثلا 70ات أو 60ات أو 80ات مو مثل عقل طفل مثلا هسه 2010 او 2015 او 2013، لا. العقل البشري في تطور، لذلك حتى المناهج لازم يعني تتطور بما يوازي هذا التطور. ايضا عندي هنا حصه هنا ايضا ضع الاعداد الناقصه، هذا شنو معناه التمرين؟ هذا التمرين يعني فكري جدا، يعني بديت ابدي بالافكار للطفل
والآن نشاطات عندي طور الموضوع الأطفال بدأ يفهم معنى العاد ويفهم معنى الخرزات ويحسب حساب تخيلي بالوصول إلى هذه المرحلة. الآن التحدي عندي هو أقوي إيد الطفل على الكتابة، يعني الطفل دائما تكون إيده يعني صعب مسك القلم أو هاي، فهذه النشاطات هي تساعد الطفل على الكتابة. وحتى التلوين هو أيضا هو تدريب، أنا مو بس يعني أدرب دماغ الطفل، لا لازم أيضا أدرب الإيد مالته، هذه أيضا فكرية. وأيضا اكتب العدد، لاحظ وين وصلت، الذي يمثل الخرزات، هنا عندي واحد، هنا اثنين، وهكذا، هاي كلها مدخل للمستوى الأول. لاحظ هنا العمليات شلون صعبت على الطفل في هذه المرحلة، لاحظ هذه عمليات جدا مهمة. طبعا الطفل يدرس السوربان سنة كاملة بالروضة وتدريبات مكثفة إلى أن يصل إلى مرحلة متقدمة، لاحظ حتى علامات، لاحظ أكبر من أو أصغر من أو يساوي، لاحظ هنا هذه هي العلامات. أقارن الطفل، هذا جدا مهم. أيضا أنا من انتقل الطفل معرفة الأرقام، يعني هو بديت الآن أدرب الدماغ بشكل كبير جدا، يعني مو فقط علمنا العد، لا لازم علم باقي الأمور اللي هي مثلا هاي يساوي، أكبر من، أصغر من. إذا لاحظ ضع علامة أصغر من، دائما هاي الأمور مثلا نقول لهم هذه العلامة دائما الأطفال يخربطون بها، فنقول لهم دائما إحنا التمساح يأكل الكبير مثلا، أو البطة فاتحة حلقها على الكبير. المهم أنا عندي مو العلامة يخليها الطفل، لا المهم يدرك بأن هذا رقم ثلاثة هو أكبر من اثنين، فهم معنى العد، والآن لازم يدرك هذا الأمر. الآن أكرر تدريبات مكثفة على الطفل، لاحظ هاي كلها تدريبات أيضا يحوي كتاب الروضة، هذا نشاط واجبات بيتية تنطونهم. أيضا هنا ضع علامة، هذه هي يعني رقم 9 ورقم 8 حتى يفهم الطفل أكثر وأكثر إلى أن نصل إلى هذه المرحلة. لاحظ طفل عمره 4 أو 5 سنوات يبدأ يحل بالسوربان أو حتى حساب تخيلي، هكذا معادلات. هذا هو كتاب الروضة. إحنا نبدي يعني في كل محاضرة راح ندرس تقسيم من تقسيمات السوربان بالإضافة إلى التقنيات الخاصة في كل كتاب، وشلون نصل بالطفل إلى أيضا الحساب التخيلي. لاحظ هذا التقسيم الأول من تقسيمات السوربان اللي هو التمهيدي، المستوى التمهيدي، هذا الكتاب مالتهم، وأنا شرحت بالبداية شلون نبدي ويا الأطفال بشكل تمهيدي إلى أن نصل إلى هذه المرحلة. هذه المرحلة هو فقط الطفل يعني يأخذ، ما يعبر إلى عمود العشرات، لا فقط عمود الآحاد حتى يعرف يعني ماهية السوربان، و يعني ما هو السوربان، فكلها تمهيدي إلى المستوى الأول. أيضا حتى هذا موجود هنا، يعني بعدين الطفل نشرح له. أكو سؤال إلى هذه المرحلة؟ هذا فيما يخص، إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح ناخذ يعني أصدقاء الرقم 5، لأن لحد الآن إحنا عندنا جمع وطرح بسيط يعني استخدام المعداد، لكن راح ننتقل إن شاء الله في المحاضرة القادمة راح ناخذ small friend أصدقاء الرقم 5 السالبة والموجبة، شلون نتعامل وياها، يعني راح حاليا اشرح عليها انت فكره ولو بسيطه. احنا حاليا مثل ما اخذنا اصدقاء الرقم 5 العفو الجمع والطرح البسيط، فلو كان عندي مثلا ما عندي مشكله، يعني انا ممكن اشرح مثلا او اصعد رقم او ازود رقم او انقص رقم، ما عندي مشكله، مثلا 2 زائد 5 ناقص 6 زائد 3 ما عندي اي مشكله، لكن
إذا صارت عندي خلل في عملية الجمع، يعني العمود غير كافي لإتمام عملية الجمع، فلازم أستعين بصديق حتى يساعدني. مثلا لو عندي مثلا واحد زائد أربعة، هذا اللي أقصد به أنا الجمع وطرح المركب الخاص بأصدقاء رقم خمسة. مثلا عندي أنا واحد، خلينا نكتب هالعلامة، زائد أربعة. إذن هذه هي المعادلة، واحد زائد أربعة. هذا الجمع والطرح المركب. هسه أنا هنا واحد صعدت واحد، ما عندي أي مشكلة، صعدت واحد زائد أربعة. هنا هذا طبعا المعادلة هذه كلها في عمود الآحاد. العمود هذا غير كافي لإتمام عملية الجمع، يعني هو يريد مني حاليا أزود أربعة، لكن أنا أربعة ما عندي. زين، هذا الأربعة هو من أصدقاء الرقم خمسة، من الرقم خمسة، هذا الرقم خمسة هو حلال المشاكل، يحل المشاكل إذا صارت عدة أصدقائه. هو من أصدقائه زائد أربعة وزائد ثلاثة وزائد اثنين وزائد واحد، اللي هم ذول الأربعة هنا هم أصدقاء الرقم خمسة. فهسه الأربعة منو صاعد قدامها؟ الواحد، فهي ما عندها مكان تصعد، فقط ثلاثة، فوين تروح تستنجد بصديقها الرقم خمسة؟ قل يا أبا أنا أريد أصعد في عملية الجمع لكن ما إلي مكان. زين، فدائما أنا أقول للأطفال حتى بفرقون بيناتهم، أقول له هو هسه الواحد صاعد مكان الأربعة وما مخلي لها مكان تصعد، فالواحد صار عدو الأربعة. زين، الأربعة وين تروح؟ تروح حتى تحل مشكلتها تروح صديقها الخمسة، قل عد عينات بسيطة. فالواحد هو عدو الأربعة، فالخمسة شي سوى حتى يحل مشكلة الأربعة؟ ينزل ويطرد واحد. إذن معادلة زائد أربعة يساوي زائد خمسة ناقص واحد. نأخذ مثال آخر، لو كان عندي مثلا هنا اثنين، اثنين زائد أربعة، اثنين زائد أربعة هاي اثنين، صاعد اثنين موجودة عندي، زائد أربعة. هنا العمود غير كافي لإتمام عملية الجمع، فالأطفال أنا شرحت لهم، قلت لهم منو العدو اللدود للأربعة؟ هو الواحد، فالأربعة ما لها مكان، وين تروح؟ تروح تستعين بالسمول فريند صديقها، فينزل الخمسة، من ينزل يطرد وين؟ واحد فقط. ليش يطرد واحد؟ لأن الواحد هو عدو الأربعة. فمعادلة زائد أربعة دائما تساوي زائد خمسة، أزود خمسة وأنقص واحد فقط. لو نأخذ مثال آخر، مثلا عندي مو اثنين، عندي ثلاثة، مثلا عندي ثلاثة زائد أربعة، نفس الشيء، هاي ثلاثة زائد أربعة، بعد ما عندي زائد أربعة، الأربعة منه عدوها الواحد، فالخمسة ينزل ويطرد واحد فقط. هاي إذا كان عندي يعني الجمع والطرح المركب الخاص بأصدقاء الرقم خمسة، إذا عندي زائد أربعة. زين، إذا عندي زائد اثنين أو عندي زائد واحد مثلا، هسه عندي زائد واحد، واحد أو أربعة، هسه عندي زائد واحد، أربعة زائد واحد، هسه عندي زائد واحد، مو عندي أربعة، هسه أصعد أربعة زائد واحد. هسه زائد واحد، الواحد ما إلى مكان يصعد، ماكو هنا واحد، أنا بدي أزود واحد، فأنا من الساعة قلت منو عدو الأربعة؟ الواحد، فمن الطبيعي الواحد يكون عدو الأربعة، والواحد أيضا من أصدقاء الرقم خمسة. تمام، هسه إذا عندي الأربعة صعدة مكانه، هسه هو يريد يصعد. تمام، فالخمسة شو تسوي؟ تنزل وتطرد الأربعة. وهكذا بالنسبة للاثنين والثلاثة، الثلاثة عدو الاثنين والاثنين عدو الثلاثة. لو كان عندي مثلا هنا اثنين زائد ثلاثة، فزائد ثلاثة ما عندي، وثلاثة عدو اثنين، فينزل الخمسة يطرد اثنين. إذا عندي مثلا هنا ثلاثة زائد اثنين
خمسة ينزل ويطرد ثلاثة، إذا الواحد عدو الأربعة والأربعة عدو الواحد والاثنين عدو الثلاثة والثلاثة عدو الاثنين، إن شاء الله ناخذها في محاضرة يوم غد، إن شاء الله أدز لكم الروابط مالتها وبعدها نحدد يوم إن شاء الله لمحاضرة الزوم. أكو سؤال؟ إلى الآن؟ إلى هنا يعني انتهت هذه المحاضرة، أنا ما أريد أطول أكثر من ساعة. إن شاء الله ناخذ مزيد من الأمور في المحاضرة القادمة، أيضا راح ناخذ في المحاضرة القادمة أصدقاء رقم 5، بالإضافة ناخذ كيفية يعني إقامة حصة تدريبية في المستوى الأول. المستوى الأول أقصد بالأطفال اللي هم من عمر 7 سنوات فما فوق، وهذا يسمى المستوى الأول. إحنا اليوم أخذنا أطفال المرحلة التمهيدية أو أطفال الروضة، وكيفية إقامة حصة تدريبية لأطفال الروضة، وكيفية يعني قراءة في كتاب الروضة. إلى اليوم انتهت محاضرتنا، إن شاء الله نراكم في محاضرات قادمة. شكرا جزيلا لك. عشت عشت أستاذ. في أمان الله، تصبحون على تسلم.